السؤال هو أن تقوم بضرب 5 على 6 ضرب 2 على 3 ومن ثم بسط الناتج. لنضرب هذان الكسران، 5 على 6 ضرب 2 على 3. إن عملية ضرب الكسور هي عملية واضحة جدا، فالبسط الجديد أو البسط الناتج هو حاصل ضرب البسطين، ما يعني أن العدد في الأعلى هو حاصل ضرب العددين في الأعلى، وبالتالي يكون البسط الجديد عبارة عن 5 ضرب 2، وهذا يساوي 5 ضرب 2 على 3 أو 6 ضرب 3، ويساوي إذن 5 ضرب 2 10 و 6 ضرب 3 18. فالناتج يكون 10 على 18، ويمكن أن نكتب هذا كالثلثي 5 على 6 أو 5 أسداد 2 على 3، وهذا يعتمد على الطريقة التي تفكر بها. وهذا هو الجواب الصحيح، لكن عند النظر إلى هذان العددان 10 على 18 ستلاحظ أنهم يشتركان بعدة عوامل. إنهما يقبلان القسمة على 2، ونحن نريد الكسر في أبسط صورة، فنقوم بقسمة البسط والمقام على 2، أي أننا نقسم 10 على 2 ونقسم 18 على 2، فنحصل على 10 تقسيم 2 يساوي 5، و 18 تقسيم 2 يساوي 9. كان بالإمكان القيام بهذه الخطوة مسبقاً، لم نفعلها هنا. أنا لدي 2 في البسط ولدي في المقام ما يقبل القسمة على 2، إذن دعوني أقسم البسط على 2 والناتج سيكون 1 والمقام على 2 ويعطي الناتج 3. يصبح لدينا 5 ضرب 1 يساوي 5 و 3 ضرب 3 يساوي 9. إذن هذا نفس ما فعلناه هنا، وما فعلناه في السابق هو أننا أخذنا الناتج، ويمكننا فعل هذا هنا. وإذا فعلت هذا هنا انظر إلى ناتج المقام، سيكون عبارة عن 6 ضرب 3 وناتج البسط هو 5 ضرب 2. لذلك دعونا نقسم البسط على 2 ويكون الناتج 1، والآن لنقسم المقام على 2 فيكون الناتج 3، فيصبح 5 ضرب 1 يساوي 5 و 3 ضرب 3 يساوي 9، وسيكون نفس الناتج في الحالتين. إذن كنت ستفعل ذلك بهذه الطريقة. يجب أن تعرف ما هي الطريقة الأسهل وماذا يقسم على ماذا، أو يمكنك القيام بهذا في النهاية وتضع الناتج في أبسط صورة.